قولي لنا بقى بجد، احنا دلوقتي جسم المرأة عارفين يمكن عشان احنا اكتر بنفولفد اكتر في الموضوع بنشوفه بشكل كويس، لكن الرجل ممكن نكون شويه معلوماتنا شويه احنا يعني قليله عن اعرف بقى الرجل ده فعلا محتاج زي فيتامينز ولا انا محتاج اكتر منه ولا هو اللي محتاج اكتر مني ولا ايه بالظبط؟ الرجل اكيد بيحتاج فيتامينز وفيتامينات ومعادن يوميا. ممكن نقول ان الست في فترات معينه في حياتها بتحتاج تركيز اعلى او بتحتاج اكتر. لو عدت ال 45 وال 50 وحصل لخبطه في الاستروجين والبروجسترون وهرموناتها بتحتاج وقتها عشان بتحتاج وقتها كالسيوم وحاجات عشان ما يحصلهاش كومبليكيشنز، لان اكيد لخبطه الهرمونات بتعمل مشاكل شويه. لكن الرجل اكيد محتاج فيتامينز. ممكن الست تحتاج اكتر كمان عشان التمثيل الغذائي بتاعها شويه بطيء، لسرعه الايض شويه بطيء، لان الراجل بنيانه عضلات اكتر من دهون، الست دهون اكتر. فيعني بتبقى البالانس. الفروق دي مهمه طبعًا، على فكره طبعًا مهم نعرفها كمان، الجندر، النوع سيده او رجل وكده. لكن اكيد اكيد لا غنى عن الفيتامينات والمعادن للرجل لو عايز يهتم بصحته، لو عايز يدعم مناعته، لو عايز يدعم نشاطه، لان الرجل هو اللي بينزل. الستات دلوقتي بتشتغل كتير، كلنا بنشتغل، بس الرجال كتير بتبقى هي اللي مسؤوله عن البيت وبتشتغل شغلانه واثنين وثلاثه وبينزلوا من الصبح مجهود، ما بيرجعوش غير بالليل، مجهود كبير، فعندهم مجهود بدني رهيب. محتاج طبعا فيتامينات ومعادن. واكيد برشح لاي رجل بيتفرج علينا المنتج الغذائي المالتي فيتامين اي ال بي او الب مالتي فيت، هيبقى رائع لاي رجل في اي سن، لان الب مالتي فيت هيدعم نشاطه، هيدعم طاقته، هيدعم مناعته. بستاذن الناس اللي بتتفرج علينا تصور شكل العلبه، هي دي العلبه، احنا موجودين الحمد لله في كل الصيدليات في كل المحافظات. بس ما عنديش بديل. انا ما عنديش بديل، ملوش بدائل. لا، عشان كده بقول للناس تصور شكل العلبه. عندنا موجودين مكتوبه اهو، يدعم الطاقه والمناعه، متوفر بالصيدليات. اوكي، وكمان نقدر نجيبه عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه اللي هو رقم شركه بايو ناتشرال، وليكم حريه الاختيار، عايزين نجيبه من الصيدليه اوكي، عايزين نجيبه عن طريق الرقم لو مش عايزين ننزل في الحر او مكسلين ننزل. لا، هو كمان هينفع اصدقائنا اللي في المحافظات طبعا، لانهم اكتر ناس هيسالوا هو فين وعايزين يوصلوا له. احنا موجودين في صيدليات المحافظات يا جماعه. اوكي، حلو. احنا موجودين اوريدي في سلسله صيدلات معروفه ومشهوره جدا في المحافظات كلها. هي دي، فهي سلسله الصيدلات دي موجوده في كل محافظات مصر. 27 محافظه. 27. اصل انا ذاكرت، انا مش شاطره جغرافيا، انا ذاكرت جغرافيا غصب عني السنه دي. لا، انا كنت بذاكر في الكويت، فما خدتش جغرافيا. ربنا يرحمك. بس يمكن اكيد لو ما دام انت متاكده انها 27، اكيد ما انا درست بقى للولايات في التيتشر. فموجودين في 27 محافظه مصر الصيدليات، وبلس ان احنا نقدر نتصل عن طريق الارقام وبنوصل لحد باب البيت، حتى يتقال لهم اقرب مكان ليهم فين، صح كده؟ طبعا، دي هتبقى هايلة. اقرب مكان للصيدليه طبعا طبعا، خدمه هايله. وبستاذن اكيد الكنترول يعرض لي ترخيص الب مالتي فيت. اوكي، ده الترخيص بقى بتاع الب مالتي فيت. مهم جدا ان الناس تطمن، احنا بنتكلم على رجاله، لا رجاله وستات تطمن، المنتج مرخص من هيئه سلامه الغذاء، يعني معنى كده المكونات فعاله، المكونات اللي هي الفيتامينات. ايوه، الفيتامينات فعاله، الفيتامينات ملهاش اضرار، واوريدي اتصرح انه يتداول. طيب، واصلا لو هو مش هينفع يتداول في الصيدليات بدون التصريح. بالظبط بالظبط. فانا حابه جدا في كل حلقه اعرض الترخيص، سلامه وامان وصحه لكل الناس اللي بتتفرج علينا. اكيد هو ده ميزه. اقول لك لايه؟ للناس اللي مثلا ممكن تكون عن طريق الاونلاين، ساعات بيبقى في ناس بتعرض فيتامينز معينه ما بنبقاش عارفين احنا اساسها ايه. اكيد. فانا أكيد. انا بالنسبه لي، انا يعني كانسان، انا هجيب اللي انا بشتريه، ما اعرفش، بحس ده امن. اكيد طبعا، يعني طبعا راحه نفسيه طبعًا. وارتياح، لانه لو في اي حاجه لا قدر الله هعرف ليه مرجعيه. اول ما تعرفي ليه مرجعيه الحاجه في الصيدليه، خلاص انت مطمنه. الصيدليات يوميا عليها تفتيش، والصيدليات اوريدي انت خلاص بتاخديها من الجهه الامنه. زمان كمان يا دندون بقى الموضوع بجد كنترولد اكتر، فيري كنترولد، فيري كنترولد. فطبعا انا بقول للناس كلها ان الصحه لا تعوض طبعًا. اي حاجه بناخدها، مش بس بيلز، مش بس بيتبلع، اي حاجه للبشره،
اي حاجه سطحيه اي كمان. لان البشره بتمضي الحاجات بتمتص بقى واي اي حاجه للشعر زي. خلوا بالكم من الحاجات اللي بتتباع ما اعرفش يعني اساسها مصدرها منين بالظبط بالظبط. طيب عايزه اسالك حاجه بقى، الاضرار اللي ممكن يعني تحصل للراجل ايه بنقص الفيتامينز؟ يعني ممكن يحس بايه هو؟ هيحس بتعب، بخمول، عدم نوم، ارق، المود بتاعه مش احسن حاجه، البشره شحبه، ممكن هالات سوداء، تساقط شعر. لو مش التساقط ناتج عن حاجه وراثيه برضو عشان نبقى متاكدين، وان التساقط مش ناتج عن مشاكل في الكلى برضو. أوكي. يعني عندك اهم حاجات مزمنه لا قدر الله او امراض معينه احنا ما عملناش يعني تحاليل عليها او امراض مناعيه بنحتاج، لان احيانا الشعر بيتساقط من مرض مناعي فبحتاج الدكتور مناعه طبعا، لان هو اللي هيرشدني هعمل ايه. لكن هل الب مالتي فيت بيتعارض مع اي ادويه مناعه، اي ادويه سكر، اي ادويه قلب، اي ادويه كوليسترول؟ خلي بالك الب مالتي فيت بيدعم جدا اصحاب مرضى الكوليسترول، لانه بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره ويحولها للكوليسترول لاحتوائه على فيتامين اي. هايل. لكن هو لا يتعارض، رقم واحد روشته الدكتور، ورقم اثنين بنعمل صيانه للجسم وتدعيم للجسم وصحه الجسم بالب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الانسان. طب ده للشخص او الرجل الطبيعي صح كده؟ طبعا. طب لو اتكلمنا عن الرجال الرياضيين اللي بيمارسوا رياضات بقى، في منهم رياضات عنيفه، في منهم رياضات يعني عاديه بس بيبذلوا مجهود برضه وبيحتاجوا القوه كده وطاقه قويه يعني صح، بلس الاكل طبعا. طب يناسبهم الب مالتي فيت؟ رائع لاحتوائه على مجموعه فيتامينات ب كامله، وده اللي بيميز الب مالتي فيت على مكملات غذائيه كتير موجوده في السوق. كويس. الب مالتي فيت ملم بعائله فيتامين بي، هو مش فيتامين واحد. فيتامين بي انا عندي مشتقات كتيره جدا، ويوميا انا محتاجه انبوت من فيتامين بي يوميا، حتى للرجل طبعا. طبعا. يوميا انا محتاجه كالسيوم، يوميا انا محتاجه فيتامين سي، يوميا انا محتاجه فيتامين بي وزنك وزنك يوميا. انت طيب اعلى نسبه في الزنك يا دينا صح كده؟ الزنك رائع للرجل، مناعه، تدعيم للخصوبه، وطاقه، وتنشيط الدوره الدمويه. Yeah. فالزنك رائع لاي رجل. طب احنا طبعا ممكن نشوف تعرضوا لنا البليز اللي فيها النسب عشان اصدقائنا يشوفوا معانا النسب الموجوده في الفيتامين ده قد ايه من كل حاجه بالظبط، عشان برضو تستعرضيهم معانا بليز يا دكتوره. اكيد دينا. اكيد لنا، لانه انا عارفه ان في مجموعه دي صح كلها صح. فاحنا طبعا هنا استعرضوا شكل العلبه، يا ريت نحفظ شكل العلبه وهي مكتوب ورا اهو في ظهر العلبه كمان. مكتوب في ظهر العلبه كل الفيتامينز اللي موجوده والمينرالز. طبعا هنا ثلاث شرايط، يعني الكورس او العلبه يعني بتكفي شهر. كويس قوي. الكبسوله المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء كبسوله واحده في اليوم. أيوة. لان انا مش محتاجه اكتر من كده. يعني ممكن مثلا حد يقول لك ايه الله ده حلو قوي دكتوره دينا، ده انا جربته ده جميل، ده انا هاخد لي ثلاث كبسولات. لا لا، هو الكبسوله الواحده هي كفايه جدا. الكبسوله انا يوميا بعد الفطار او بعد الغداء هكفي احتياجي من الزنك، من فيتامين ه اللي هو ايه اللي انت طلبتيه، هو عظيمه. من فيتامين سي، من فيتامين ب 3، من فيتامين ب 6، من فيتامين ب 5، من حمض الفوليك، من الفيتامين ب 12. كوبالامين مهم يا جماعه، الكوبالامين اللي هو فيتامين ب 12 هو مهم. ايه هو اللي بيكون لي كرات الدم الحمراء. والله مهم قوي ان انا اعرف ادعم دمي طبعا. خلي بالك صحه الدم من صحتنا، الدم بنعتبره وسيله مواصلات كل حاجه عايزينها بتوصل ليه، وسيله مواصلات كل الفيتامينات والمعادن للجسم، وسيله مواصلات الهرمونات لما بتطلع من الجلاند او من الغده. الهرمونات بتفرزها الغده عشان تروح لمستقبلات في الخلايا. مين اللي بيوصل الهرمونات؟ الدم طبعا. الدم. وسيله مواصلات الفضلات والسموم. مين مين بيطرد الفضلات؟ كل ده انا بعتبر ان الدم ده التاكسي بتاع كل حاجه هو، فلازم ادعم دمي. طبعا لازم اقول ان الكوبالامين موجود داخل الب مالتي فيت او اي ال بي، لان الناس يقول لي ايه حد كان بيشتري من الصيدليه، لا احنا عايزين اي ال بي، فممكن يكون الصيدليه عارفاه باسم اي ال بي، فاي ال بي هو الالب مالتي فيت. بس احنا بنختصر يعني ابريفيشن، بنستسهل ونقول الب، لكن هو الاسم العلمي بتاعه اي ال بي مالتي فيت. هايل. كنت بقول ايه يا عظيمه، بتكلم على فيتامين سي موجود وفيتامين بي بقى. كلمينا بقى عن مجموعه فيتامين بي دي مهمه قوي قوي. فيتامين بي عايزه اعلي التمثيل الغذائي، عايزه اعلي سرعه الايض. مفيش تمثيل غذائي مفيش حياه.
ايه التمثيل الغذائي؟ هو تحويل الاكل، عمليه تحويل الاكل للطاقه. فلما كل ما بيسرع الرجل عمليه التمثيل الغذائي، كل ما مناعته بتقوى، كل ما طاقته بتقوى، كل ما بيتخلص من السموم في جسمه. يعني التمثيل الغذائي نقول لك ايه، احنا محتاجين تمثيل غذائي عشان الطاقه. انت عندك طاقات خفيه احنا محتاجين فيها تمثيل غذائي. طريقه النفس عشان ندعمها، عشان ادعمها. يعني طريقه النفس ده على فكره احنا مش حاسين. محتاجين تمثيل غذائي. نقل الهرمونات، انت بتحسي بهرموناتك، انا بحس بهرموناتي، محتاجين تمثيل غذائي. طرد السموم، محتاجين تمثيل غذائي. قلب مالتي فيت داعم جدا لعمليه التمثيل الغذائي، لانه بيحتوي على فيتامين ب العائله كلها.